أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا. إنا كاشف العذاب قليلا. إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. أن أدوا إلي عباد الله. أن أدوا إلي عباد الله. إني لكم رسول أمين. وأن لا تعلوا على الله. إني آتيكم بسلطان مبين. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون. كم تركوا من جنات وعيون. وزروع ومقام كريم. ونعمة كانوا فيها فاكهين.
كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون
المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت لا يذوقون فيها الموت لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون.
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم
لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا شابا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا معيونا إلا شفيته ولا محسودا إلا عافيته ولا مسحورا إلا أبطلت سحره وفككته ولا مهموما إلا فرجت همه يا رب العالمين ولا ميتا إلا رحمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا أخذته ولا عدوا إلا خذلته ولا أيما إلا زوجته ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ونسألك يا ربنا الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها
اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العز والإنعام، يا صاحب كل نجوى، يا سامعا لكل شكوى، يا من ندعوه، يا من نبكي إليه ونقف بين يديه، يا مولانا، يا سيدنا، يا خالقنا، يا رازقنا، يا الله، يا الله، يا الله. ها نحن عبادك وإماؤك، ها نحن عبادك وإماؤك، وقفنا بين يديك، وقفنا بذنوبنا ومعاصينا، وقفنا نحمل أوزارنا إلهنا، 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 إلهنا. نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. إلهنا ومولانا، هذه أكفنا ترفع بين يديك، وجباهنا تنحني تعظيما لك، وأنوفنا ترغم ذلة لك. لا إله لنا غيرك، ولا رب لنا سواك. لا إله لنا غيرك، ولا رب لنا سواك. لا إله لنا غيرك، ولا رب لنا سواك. إلهنا ومولانا، إلهنا ومولانا، نسألك في هذه الليلة المباركة، ونحن ندعوك في مكان مبارك، نسألك يا ربنا ونحن موقنون بالإجابة، ونحن موقنون بكرمك وجودك وإحسانك، يا الله، يا الله، يا الله، اعتق رقابنا أجمعين من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الملة والدين، وانصر عبادك الموحدين، واحمي حوزة هذا الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم كن مع جنودنا المرابطين، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، سدد سهامهم وآراءهم، مدهم بمدد من عندك يا كريم، واجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم أمن بلاد الحرمين بأمانك، احفظها بحفظك، اكلأها بكلائك، واحرسها بعينك التي لا تنام. اللهم من أرادنا وأراد أمننا واستقرارنا ومقدساتنا وولاة أمرنا وعلمائنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم عليك بكل من آذى المسلمين، اللهم عليك بكل من عادى المسلمين، اللهم عليك بكل من تآمر على المسلمين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بأعداء الملة أجمعين، احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، بقوتك يا قوي يا عزيز، بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم رد أمة محمد صلى الله عليه وسلم إليك ردا جميلا،
اللهم ردنا إليك ردا جميلا. إلهنا ومولانا، أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. إلهنا، أنزل الأمن والأمان والسلم والسلام على جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الخائبين، اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس اليهود المعتدين، اللهم فرج عن المسجد الأقصى يا رب العالمين، وارزقنا فيه يا ربنا صلاة قبل الممات برحمتك يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.